ودوني والله ودوني عمري 7 سنة وبكيت وقالوا لي إلا تشل دي العم الجمال بتاعت قبائل كل قبيلة عندها شلخ معين يعني انت كم ما بتعرف الطفل في وقته ودمنه من شلخه ساي بتعرفه دمن انتمي لياته قبيلة يعني أنا محطيرة عادة من عادات اللي أكل عليها الدهل وشرب إن شاء الله ما تعود تاني لأنه ما فيها صار فيها أذى للبني آدم زاد وما في داعي.